أحبائي سلام المسيح. الإنسان منذ بدء الخليقة وعي على ضعفاته وعلى تحدياته، وعي على محدوديته أمام عوامل الطبيعة، أمام الأمراض، استعمل ذكاء ليعالج المشاكل وطور حياته، طور الطب. نحن اليوم صار الواحد بيشيلوا له قلبه وبيعملوا له عملية وبيردوا له قلبه وبيشغلوا له إياه. من 100 سنة كان الواحد تطلع حرارته 40 كم يوم يموت. تطور طبيا، تطور بوسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي. أنا بأول شبابي كنا نفتح التليفون ننطر ليجي الخط، يمكن يعلق يمكن ما يعلق. اليوم كل واحد منا تقريبا حامل جهاز عم بيتصل بكل العالم. تطور، تطور بالعلوم الاجتماعية، تطور حتى بالأنظمة السياسية. صار في أكثر ديمقراطيات، صار في أمم متحدة، رغم الأشياء الضعيفة اللي فيها هالمؤسسات، ولكن تطور الإنسان. ولكن في شيء واحد الإنسان عبر التاريخ ما تطور فيه، كان يقتل بالقوس والنشاب، كان يقتل بالفراعة. اليوم بيبعث لك صاروخ من 1000 كيلومتر وبيقتلك، كان يقتل بعده بيقتل، كان يسرق دجاجة جاره مع زي جاره، اليوم بيقعد ورا مكتب ولابس جرافات وبيسرقك، كان يسرق بعده بيسرق، كان يزني بعده بيزني، كان يشهد بالزور. يا محلى هذيك الايام، هلا شهادات الزور مثل الكشك مثل ما بنقول، والكذب والنفاق وتركيب الاخبار على بعضنا البعض. الانسان رغم كل ذكائه وكل علمه ما قدر عالج مشكله يلي اليوم كل هاللبنانيه متفقين عليها بمختلف انتماءاتهم السياسيه والدينيه، كله بده يحارب الفساد. ممتاز. ونحن بلغتنا المسيحيه بنقول الخطيئه. واخيرا اكتشفنا انه مشكله لبنان الحقيقيه مشكله فساد، يلي هو بالنسبه لله المشكله الحقيقيه مشكله خطيئه. المسيح لما بلش كراسته شو قالنا؟ لقد اقترب ملكوت السماوات فتوبوا وامنوا بالبشاره. ابن الانسان وابن الله تجسد ليخلصنا ويحررنا من هالمشكله، من هالمصيبه. فاذا محبه الله ظهرت لنا بالخلاص، وقالنا مشكلتك يا انسان هي مشكله خطيه وانا قادر حررك من هالمشكله. فالمسيح مش بس شخص حبوب وشخص اجيك شفنا عن محبه الله وقريب منه، ساوى نفسه بالفقراء وقريب من الجميع وعاش معنا، هو ايضا صاحب سلطان وهو مخلص، ويخلص الشعب من اساس مشكلته يلي هي مشكله خطيه. مش هيك قال له الملاك ليوسف الحلم؟ لانه هو يخلص شعبه من خطاياهم. ولما الملاك ظهر على الرعاة شو قال لهم؟ اني ابشركم بفرح عظيم يكون فرح الشعب كله، ولد لكم مخلص. فمحبه الله اللي هي اساس حياتنا المسيحيه تجلت لنا بالخلاص اللي جابوا لنا يسوع المسيح واللي حققه يسوع المسيح. لانه مشكلتنا بعمقه هي مشكلة خطيئة، وهو الوحيد اللي قادر يحررنا من هالخطيئة. فمحبة الله ما تركتنا، لما شافنا بأي مصيبة عايشين قرر يبعت ابنه ليخلصنا. البعض بيقول المشكلة هي مشكلة مصاري، البعض بيقول مشكلة الإنسان مشكلة صحة. هدول مشاكل صحيح، ولكن المشكلة الأساسية هي مشكلة شر، مشكلة فساد. واللي بده يحارب الفساد بده يحارب أولاً الخطيئة بنفسه، بفساد بحاله وبمجتمعه. هذا الشيء بيتم بالخلاص فقط اللي تممه يسوع المسيح. آمين.